مين هو المربي المؤثر بحياة كل شخص فينا؟ قديش قدر يعمل بصمة بحياتنا ويأثر على سلوكياتنا، على أخلاقنا وعلى قيمنا؟ اليوم رح نضوي على موضوع زرع القيم والأخلاق عند أطفالنا عن طريق المربي المؤثر. تماماً يا رشا، رح نحكي اليوم عن أهمية زرع القيم وأهمية الحفاظ عليها بالنسبة للفرد وأيضاً بالنسبة للمجتمع، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية عائشة إدليبي قشاش. يسعد صباحك عائشة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير عائشة، كل عام وانتي بألف خير. أنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. وقت نقول المربي المؤثر، نحن اليوم مين قاصدين؟ هل عم نقصد بس الأهل يعني الأب والأم، أو لا ممكن تشمل المعلمين بالمدرسة؟ تماما. هلأ المربي المؤثر هو أي شخص قائم على تربية الطفل، قد يكون الأب والأم، المعلم أو مقدم الرعاية اللي عايش الولد عنده. فهو اللي منركز أكثر كلمة مؤثر للشخص اللي بيمتلك القدرة على الإقناع ونقل المعلومات بيسر وسهولة للولد، قدرته على التأثير بأفكاره بحواره بمعتقداته للطفل، وهو يكون بشكل عام شخصية مؤثرة. كيف يعني بيمتلك قدرة على مهارات اليوم في مهارات تماماً فروض يمتلكها، يعني بيكون عنده ذكاء اجتماعي، ذكاء هو بشكل عام الشخصية المؤثرة قادرة تتحاور مع كتير شخصيات متنوعة بالمجتمع. فهو هيك كمان، لكن هو بصفة التربية يعني للطفل، فبيمتلك العديد من المهارات اللي ممكن تكون هي الاتزان الانفعالي، قدرته يعني بنقصد بالاتزان الانفعالي قدرته على ضبط انفعالاته لما هو بعملية التربية للطفل، يعني مو يعصب مع الطفل إذا هو معصب، لحتى يكون هو قادر يركز على سلوك معين فهو ضابط انفعالاته، إلا ما بيكون مربي، سواء هذا الشيء كان معلم ولا أم ولا أي حدا قائم على تربيته. يمتلك قدرة على التواصل الجيد مع الطفل، إنه هو يقدر يسمع يتحاور، في إصغاء، مو بس الإصغاء بالكلام وبالأثناء الحوار، حتى الإصغاء لحاجات الطفل، لمشاعر الطفل، ليش هيك تصرف، ليش هيك عمل، فبتحليل لهذا الشيء. وكمان عنده قوة ملاحظة، المربي كتير مهمة، مثل ما مهم الصبر يكون عنده مهارة الصبر، يكون عنده قوة ملاحظة ليعرف هذا الطفل ليش عم يتجنب. نحن مثلا نقول طفل، أكيد عم نقصد مراهق، ليش عم مثلا عم يتجنب الطلعة مع رفقاته هون، ليش عم يحكي بهي الطريقة هيك، فهي لازم تكون قوة ملاحظة ومراقبة، وبده يكون قدوة حسنة أكيد لحتى يقدر يكون مربي. وبالإضافة بده يكون صاحب مسؤولية، بس نقول مسؤولية كمان ما بدنا نركز بس على الأطعام للطفل ومأكله وملبسه وما إلى ذلك من مادية، وإنه هو حامل مسؤولية تربوية أخلاقية بغرس مبادئ وقيم لهذا الطفل، وإلا دون ذلك اسمه رعاية وليس التربية. طب اليوم إذا بدنا نعرف القيم شو هي كمفهوم، خلينا نعرفها بطريقة ما. هلا بس نقول قيم، فأكيد عم نقول يعني بنقول أمر ذو قيمة، يعني شيء ثمين غالي نفيس، فهو مجموعة من المبادئ والمثل العليا والقواعد اللي بتتفق عليها مجموعة من الناس، بتكون إيجابية، بتكون بمثابة معيار لسلوكياتهم، ميزان لتصرفاتهم، فهي بتكون إنسانية وإيجابية وبتحكم تصرفات الآخرين. ولها أكيد مصادر كتيرة، ممكن تكون مصادرها التربية، العائلة، ممكن يكون معتقدات ودين، ممكن تكون البيئة، ثقافة البيئة، المدرسة تماما. فكمان يعني هلا هي مصادر القيم يعني اختلفوا عليها العلماء والفلاسفة بأنه هي هل هي مصدر، مثل مدرسة التحليل النفسي بيقولوا أنه مصدر وعي وجدان نفسي، أنه نتيجة هيك نحن منروح على القيم، هل هي مصدر المجتمع مثل ما قال أرسطو ماركس، أم هي مصدر ممكن يكون أنه الشخص هو بيتأثر نتيجة احتكاكه بالمواقف اليومية فبيتأثر بشيء، لأنه القيم بتكون هي مؤثرة لهذا الشخص. فبتختلف المصادر كتير وطريقة غرسة بالطفل. طيب طالما نحن نحكي اليوم على خلينا نقول تفاصيل هي مكتسبة للطفل، نحن بنعطيها لأطفالنا ونأثر بطريقتنا مثل ما ذكرتي حضرتك عن طريق مهاراتنا، ولكن اليوم لكل مرحلة عمرية نحن ما بنقدر نتجاوز هي النقطة، يعني أنا ما فيني طفل عمره سنتين أعطيه كل شيء، يعني أنا اليوم كتير مهم راعي المرحلة العمرية، شو هي أهم القيم اللي مفروض أنا أمشي مع ابني فيها حسب المرحلة العمرية؟
تماما. كنا من شوي عم نحكي تحت الهواء انه ليش انه كل مرحله كل ما نذكر موضوع نذكر المرحله العمريه. هلا نحن حتى نبلش نعلم طفل مبدا معين قيمه معينه احنا لازم نفهم خصائصه العمريه. يعني هو مثلا بعمر صغير ليه عم يكذب؟ هل هو انا لانه في عندي ضعف بغرس قيمه الصدق، ام هو بمرحله فيه تفكير خيالي بعمر 3 إلى 5 سنوات مثلا؟ فلهيك نحن لازم ننتبه للخصائص العمريه، شو هي هي المرحله اللي عم يمرق فيها، شو خصائصها، حتى ننتبه للقيم اللي لازم نزرعها فيها، وهون بندور على الاستراتيجيه المناسبه. يعني ما دون السادسه يعني من 3 إلى 5 سنوات، يعني ممكن نحن هون بما انه هو عنده نمو سريع بمفردات لغويه، عنده كثره حركه، عنده تفكير خيالي مثل ما ذكرنا، عنده حب للتشجيع والاستكشاف، يعني فنحن بنلجأ لحتى مثل ما هو بده مثل ما هي خصائصه عم بتقول، بنروح بالاستراتيجيات لغرس القيم، بنروح بالتحفيز بالقدوه الحسنه بالمشاركه باللعب والترويج، هيك عن طريق هيك بنغرس قيم مثل الامانه مثل الصدق مثل الاحترام الكبار الرفق بالحيوان، هي كلها قيم مثلا بهذا العمر. نرجع مرحله الاكبر شوي اللي هي من 6 إلى 12 سنه، مثل ما بنعرف بهي المرحلة شوي هلا هون بدنا نغرس حب العلم، الاتجاه لها قيمة العلم، قيمة الوقت، الحفاظ على الوقت مشان تتناسب مع مراحلنا الدراسية. مرحلة حساسة، يعني انت عم تحكي اليوم على دخول مرحلة المراهقة. تماما، من 6 ل 12 خصوصي بالأخيرة، من 12 سنة فوق. فهون رح نتجه شوي بما انه بالخصائص العمريه ممكن يكون في شجار بين الاقران، ممكن يكون في مشاكل معينه، فهون نتعلم كيف مهاره قيم الاصغاء، قيم الاحترام بين بعضنا، العطاء، هي القيم والامانه والمبادره. نرجع للمرحله اللي هي المراهقه اللي هي اصعب يعني شيء ممكن للأمانة. تماما، من خصائصه انه هو بده يثبت ذاته، ما هيك؟ فهو عنده نزعة للاستقلالية، فأمر طبيعي هو يمكن يتجرد من القيم اللي بدك تعلميها. ليش؟ لأنه بس في مجموعة متفقين عليها، فهو أنه خالف تعرف. فنحن بما أنه عم نفهم خصائصه العلمية، في عدم ثبات انفعالي، في خربطة شوي بالهرمونات كونه بمرحلة بلوغ، فنحن عم نفهم بس الطريقة اللي عم بتدخل فيها. هل هي عن طريق أفلام؟ هل هي عن طريق مسرحيات؟ هل هي عن طريق توجيه ولا قدوة حسنة؟ نعرف شو اللي ممكن ننتبه، شو القيم، قيمة كمان الوقت، المسامحة، المواطنة والانتماء والولاء، ممكن كمان التنظيم، الاحترام دائما. هلا نحن بس نقول كمان مرحله، ما بدنا انه خلص هي المرحله راحت، يعني انه ما بقى نعززها فيما بعد، من بتكفي معنا بكل مراحل حياته. يعني لازم نضل على مبدا حتى بعد المراهقه، نحن عم نحكي مثلا بعمر 18 و17 و18، بهي المرحله كمان نعزز قيمه الشورى، قيمه التسامح، قيمه هي القيم اللي هي بتوظف سلوكهم وبتكون رادع لهم لطريقة تعاملهم مع الآخرين. كمان بدنا نحكي عن أهمية القيم مو بس بمراحل الطفولة ومراحل المراهقة، القيم، العادات الاجتماعية قديش لها أهمية اليوم للفرد وللمجتمع بشكل عام؟ تماما. هلأ القيمة عن العادة الاجتماعية شوي تختلف، القيمة بتروح إيجابية والعادة الاجتماعية بتروح إيجابية، بس خلينا نفصلهم شوي. القيمة بتروح أنه بمنحة إنساني، في ثبات نسبي، ممكن دينامية تتغير مع الزمان والمكان حسب تمحور اهتمام الأشخاص. بتكون منشوف نحن في قيم ممكن تتبدل بعد مراحل معينة. العادة الاجتماعية هي بتكون شيء مجموعة متفقين على عادة معينة نتيجة الاحتكاك الاتصال بين بعضهم، فاتفقوا على عادة تبعوها، ومنشوفها بثقافات متنوعة بالبلدان وبالمكان الواحد في كذا عادة. أما القيمة هيك فرايحة يعني تربية، فينا نقول تربية منبثقة عن الأخلاق أو الأديان. أكيد أهميتها كتير، يعني هي مهمة للفرد أنه هي بتساعده أنه ينمو بشخصية سوية، يعرف شو بده من هاي الدنيا، ليش تنازل عن هذا الأمر، ليش بده هدول الأشخاص، ليش بعد عن هدول الأشخاص. هي بتكون صمام أمان لأله، بتقوي العلاقات بينه وبين الأشخاص، بيعرف يتقرب من اللي بده إياه ما بده إياه حسب ما يناسب منظومته القيمية اللي هو كل سنة عن سنة ممكن عم يبدلها. بنجي لمراحل بعد عمر المراهقة وهيك مثل أعمارنا مثلا، نحن هلأ
ممكن عن طريق كتاب تتبني قيمة مثلا قيمة التنوع قيمة، فأنت تضيفي قيم لحالك عن طريق التعلم الذاتي. وبالنسبة للمجتمع أهميتها ضبط اجتماعي، يعني القيم إذا ما أنا نحكي بالرادع الديني أو بالرادع الاجتماعي فنحن عم نحكي التربية بالمنزل تماما، فنحن عم نحكي بضبط اجتماعي، عم نحكي بقيم مساواة وهيك، فأكيد هي كلها مناسبة للمجتمع. طيب عائشة هيك بسؤال أخير وإجابة سريعة لأنه نحن خلص وقتنا اليوم، ذكرتي نقطة أنه اليوم ممكن الإنسان يغير بعض القناعات وبعض شيء هو يعني تربى عليه أو بعض العادات اللي عايش عليها، هل لهم الظروف تجبر الأشخاص أنهم يتخلوا عن بعض عاداتهم عن بعض شيء أنهم تعلموه بحياتهم؟ أي أكيد بعض الظروف هي نحن بنسميها معوقات بيتغلب عليها ممكن المربي يواجهها، يعني التلوث الثقافي الاتجاه الإعلامي مثلا إذا مخالف لقيمك اللي بدك تتبني أنت والمفراد اللي حواليك، ضعف الوازع الديني ممكن يكون، في كتير ظروف ممكن تخليك تنمطي القيمة بطريقة معينة لتناسب الظروف الجملية تماما حتى أنه تقدري تتعاملي معه، لأنه مانك الشريك الوحيد يلي عم بيساهم ببناء هاي القيمة، لأنه في كتير شركاء غيرك عم بيساهم. في كتير استراتيجيات لحتى نقدر نخاطب الأشخاص بحسب هاي الظروف. نعم. يعني في لعب أدوار، في محاكاة، في عصب ذهني، في استراتيجيات كتيرة لحتى نتبع القيمة. احنا كمان هيك بدنا نتشكر وجودك لليوم عائشة، بنتمنى لك هيك عيد حلو لك ولكل احباب قلبك. انا كمان بدي اتمنى لكم شو هيدي عيد سعيد لكم لعائلاتكم ولكل مين عم بيشاهدنا وكل عائله سوريه تبقى بالف خير يا رب. اكيد نتمنى لك السعاده دائما وكل عام وانت بالف خير. شكرا لك يا رب. اهلا وسهلا.